السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أينما كنتم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي الفضاء الرياضي. هو نافذة نطل عليكم كل أسبوع لنعطيكم المزيد من الأخبار التي تعرفها الساحتين المحلية وكذا الوطنية والدولية. دائما كالعادة هنا بهذا الأستوديو نرحب بضيوف كرام حققوا إنجازات، حققوا مجموعة من الأشياء التي تثلد صدر مجموعة من المشاهدين وكذلك الفرق والأندية الرياضية. في هذه الحلقة أرحب بضيفي الكريم ياسين أمامة، وهو عضو المكتب المسير لفريق أولمبيك فوس بكرة. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، مرحبا بك أخ بتاح والمشاهدين. ويمكن اعتباره الرئيس الذي يعمل في صمت وفي خفاء من أجل تحقيق أهداف فريق أولمبيك فوس بكرة. قبل الخوض في مواد هذه الحلقة، أولا باسمي وباسم الطاقمين التقني والصحفي لبرنامج الفضاء الرياضي نهنئ فريق أولمبيك فوس بكرة ونهنئك شخصيا على صعود الفريق وتحقيقكم للحلم. شكرا أخ بتاح. إذن نتمنى لك التوفيق، والبداية ستكون مع الملتقى الرياضي، الملتقى محمد السادس، حيث أجري يوم أمس بالمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط فعالية الدورة التاسعة لملتقى محمد السادس لألعاب القوى والأولى بالنسبة للعصبة الماسية، أرقى المسابقات في رياضة أم الألعاب. هذه الدورة عرفت مشاركة ألمع النجوم العالميين وشهدت تألقا كبيرا للعداء المغربي عبد العاطي إيجدير الذي فاز بمسافة 3000 متر. موفدة القناة فاطمة الزهرة الفحصي وعبد الله جداد حضر هذا الملتقى الدولي وعد الروبورتاج التالي. أمسية رياضية بأجواء عالمية عاشها عشاق الألعاب مع أقوى الأسماء الدولية في تسيير دورة ملتقى محمد السادس لألعاب القوى وثالث جولة العصبة الماسية التي تقام لأول مرة بإفريقيا. 190 مشاركا قدموا من 49 بلدا للمشاركة في هذا الملتقى الدولي الذي أقيم بمجمع الأمير مولاي عبد الله بالرباط، الذي تم تجهيزه بأفضل وأحدث المعدات لاحتضان هذه التظاهرة الرياضية الكبرى. We're so happy to race here at the first Diamond League in our continent. So we're so happy. This is an amazing atmosphere. I mean, the fans are chanting and cheering my name, and this is probably one of the best Diamond Leagues that I've been to as far as with the fan support. They're very, very crazy about us over here, so it really, really feels good. But I feel good. It's a little chilly out, you know, but it's a great crowd. My body feels good, and I wanted to put on a good performance, and that's what I did. التنافس الشديد بين عمالقة اللعبة ساهم في تحطيم 4 أرقام عالمية للسنة و10 أزمنة جديدة للملتقى. أكثر المنافسات تشويقاً وإثارة سباق 3000 متر مستوية، حيث عرف مشاركة المغربي عبد العاطي إيجدير. هذا الأخير ألهب المضمار وثار حماس الجماهير الغفيرة الحاضرة. عبد العاطي إيجدير تألق في هذا السباق وحقق أحسن توقيت عالمي لهذه السنة في سباق 3000 متر، وذلك بتسجيله توقيت 7 دقائق 36 ثانية و85 جزءا من المئة، متفوقا على كل من الأغرب الجاني إبراهيموف هايلي والإسباني أدل ميشيل. الحمد لله، أنا جد فرحان بزاف لأنني قبل في الكونفرنس دو بريس قبل هذا الملتقى بثلاث أيام كنت قلت على أن جميع الأداء المغاربة يشتركوا في هذا الملتقى برغم أنه أحسن أول دورة ديال الدايمن ليج، فكنا كنقولوا تكون واحد الاستماتة حتى لاخر رمق باش نهديو هذه الصوره هذه لهذا الجمهور هذا، والحمد لله اللي كنا دايرين في نيتنا هو اللي وقع والحمد لله. الأقاليم الجنوبية سجلت حضورها أيضا في هذا الملتقى الماسي، وذلك من خلال المشاركة المتميزة للعداء الواعدة هند بولحلوس في سباق 1500 متر مجموعة باء، وقد احتلت المركز السابع في الترتيب العام. فتحت لي الفرصة أني شارك في السباق محمد السادس الدولي، الحمد لله شاركت وحقا استطعت أني نخفض الرقم ديالي الخاص بيا، وخا كان سباق قوي وكان تدافع ولكن الحمد لله، ونتمنى تكون نحقق إيجابيات ونشرف الأقاليم الصحراوية في السباقات الجاية. في فئة الذكور تجلت المشاركة الصحراوية في العداء المتميز عبد العزيز مرزوق الذي شارك في سباق 3000 متر موانع واحتل المركز السادس محققا توقيتا شخصيا جديدا له.
هكذا إذن تختتم فعاليات الدورة التاسعة من الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى وثالث محطات العصبة المسية. نجاح كبير شهدوا هذا المحفل الدولي حيث حطمت العديد من الأرقام القياسية في مختلف المسابقات 16 المبرمجة لتكسب إذن العاصمة الرباط مكانتها ضمن أهم الملتقيات العريقة في ألعاب القوى على الصعيد الدولي. من مركب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط نقول إليكم تحيات عبد الله جداد وفاطمة الزهراء الفحسي. إذن جميل جدا ياسين، دائما تحقيق الإنجازات، وانتم هذا الموسم حققتوا إنجاز يعني سنوات وانتم تبحثوا عن الصعود والآن تحقق الأهم. بالفعل الحمد لله كيف ما قلت أخي أنه تحقق الحلم، ولكن الحلم ما كانش تحقيق حلم أمامي ياسين كشخصه، الحلم كان عمل جبار من جميع أعضاء المكتب من لاعبين من طاقم تقني، كان خدمة ديال ماشي عام باش حققنا فيها الحلم. كيف ما كيعرف الجميع أن أولمبيك فوز بكرة 4 سنين متتابعة كتصارع للصعود، وفي هذه 4 سنين كانت فيها كانوا فيها جميع اللاعبين بقاو في الفريق ديالهم لأنه حافظنا على استقرار الفريق، 80% ديال اللاعبين بقات في الفريق، وهذا العام كانت من بداية العام عزيمة قوية على الصعود لأن اكتسبنا تجربة في السنوات الفارطة بمشاكل اللي كانت وقعتنا بصداع ياسم الأمور اللي كتبنا فيها تجربة إدارية وتجربة حتى في اللعب تجربة في ياسم الأمور، حاولنا نحلوا هذه المشاكل كاملة. وبداية العام كانت جلسة مع المدرب جلسة مع اللاعبين اللي درنا فيها استراتيجية اللي حاولنا ننجحوا فيها، والحمد لله نقدر نقولوا أننا نجحنا، ولكن النجاح ما هو نجاح أن غير حققنا صعود، نجاح هو ما بعد الصعود إن شاء الله. إذن لنرجع إن شاء الله هذه المسألة، والآن نتابع دوري ولي العهد في نسخته الوطنية الأولى المنظم في مدينة من طرف نادي الأكاديمية للرياضات للتيكواندو، حيث عرفت قاعة العودة تنظيم هذه التظاهرة المهمة يومي السبت والأحد الماضيين. المزيد عن هذا النشاط في هذا الروبرتاج. نظمت جمعية الأكاديمية للتيكواندو تحت إشراف عصبة الصحراء لهذا النوع الرياضي النسخة الوطنية الأولى لدوري ولي العهد مولاي الحسن لرياضة التيكواندو، وذلك تحت شعار الرياضة تربية على روح المواطنة في فئات البراعم الصغار الفتيان الشبان. هذه التظاهرة الرياضية التي نظمت بقاعة العودة بالعيون عرفت مشاركة 30 جمعية، وذلك بما عدده 280 مشارك من جميع الفئات. هذه الجمعيات تنتمي لجميع الأقاليم التابعة لهذه العصبة، وقد تميزت هذه التظاهرة بالعمل على إشراك جميع التقنيات الحديثة من العداد الإلكتروني إضافة إلى أساليب جديدة في التنقيط في هذا النوع الرياضي حسب النظام الأولمبي. وتميزت كما قلنا هذه التظاهرة التي نظمت على مدار يومين السبت والأحد الماضيين، إضافة إلى مشاركة ممارسين ينتمون لجمعيات من مدن أكادير وأسفي. وقد تميزت طبعة هذه النسخة الأولى التي نظمها كما قلنا جمعية الأكاديمية بالعيون بالتنظيم المحكم، إضافة إلى مساهمة كل الجمعيات بكل طاقاتها من أجل إنجاح هذه التظاهرة، والتي عرفت تفوق الجمعية المنظمة جمعية الأكاديمية حسب الفرق، وذلك بعدد الميداليات المحصل عليها وذلك بالتنقيط، متبوعة بجمعية التضامن فيما الرتبة الثالثة لجمعية المركب الحسني. على العموم مشاركة موفقة لجميع الأندية المشاركة، والتي أكدت من خلال هذه التظاهرة على أن رياضة التيكواندو بخير بمدينة العيون وبالأقاليم الجنوبية، وبتنظيم هذه التظاهرة دوري ولي العهد في طبعته الأولى نجاح كبير، وعلى المسؤولين والمنظمين
الإعداد للتظاهرات المقبلة والتي ستعرف مشاركات أكثر من هذا الحدث الرياضي الأبرز الذي نظمته جمعية الأكاديمية للرياضة. لينتهي هذا العرس الرياضي وسط أجواء رياضية والتعاون بين جميع الأطراف المشاركة من أجل إنجاح هذا العرس الرياضي. إذن عرس رياضي وحدث أبرز لرياضة التايكوندو، لنؤكد بعض الأخبار حيث هذه التظاهرة حضرها رئيس عصبة الصحراء للتايكوندو محمد مولود القيرع إلى جانب الرئيس السابق، وذلك بعد عقد الجمع العام للعصبة الأسبوع الماضي والذي عرف حضور ممثلي سمارة طرفاي بوجدور الداخل وأكثر من 24 جمعية بإقليم العيون، وتم التصويت بالإجماع الحاضرين وأعطية يعني التفويض للرئيس لتشكيل المكتب المسير، وكذلك هناك جمعيات أخرى تطالب بغير ذلك. ولنعود للموضوع ونشير على أن عصبة الصحراء للتايكوندو إضافة إلى الجامعة الملكية المغربية لهذا النوع الرياضي ستنظم بطولة البحر الأبيض المتوسط وكأس العالم الفرنكوفونية بداية شهر نوفمبر القادم بمدينة العيون، الذي سيعرض حضور 28 دولة، وعدد المشاركين سيفوق 360 مشارك ومشارك كما قلنا من 28 دولة. هذا العرس الذي سينظم بمدينة العيون. الآن يعني ياسين تأكدت على أنه كان عمل جماعي من أجل تحقيق إنجاز، وأنت تؤكد على أنه ليس بالإنجاز فقط، هي مرحلة من مراحل تطور هذا الفريق. الآن الصعود تحقق، الآن يعني المسيرة بالنسبة للموسم المقبل، قلت على أن هناك استراتيجية، ما هي الاستراتيجية المتبعة الآن من أجل تحقيق أشياء أخرى لهذا النادي؟ سابقا نتكلم على استراتيجية الموسم المقبل. احنا أولمبيك فوس بوكرة كانت واحد الكلمة دائما كتداول عند الجميع أن أولمبيك فوس بوكرة فرقة ما كتبغيش تطلع. نحن الوقت اللي دخلنا المكتب، وماشي أنا كشخصي لأنه كان أعضاء المكتب كاملين بما فيهم السي رشيد العينين أو أعضاء الثانيين ديال المكتب، كانت عزيمة عندنا واضحة أن إن شاء الله هذا الفريق أولمبيك فوس بوكرة إدارة ما كتخليكش تطلع. نحن ما عمر منعتنا إدارة ولا منعنا شي واحد أن ما نطلعوا كمكتب، خدمنا فعلا، لقينا مشاكل، لقينا ياسر ديال الأمور اللي عرقلتنا، ولكن ماشي الأمور عرقلت. المشكل اللي كينطرح لأي فريق هو مشكل مادي، ومع ذلك حاولنا بما كان ان شاء الله ان نصارعوا هذا المشكل وان نحاولوا باش الفريق يطلع. وكانت حتى عزيمه عند لا مدرب ولا طاقم تقني كامل بما فيهم طاقم تقني ولاعبين انه اصرار على الصعود، والحمد لله حققنا الحلم ان صعدنا للقسم الاول هوات. وكيف ما قلت الحلم ماشي هو تحقيق الحلم فقط، تحقيق الحلم ما بعد الحلم. في اولمبيك فوس بكره ان شاء الله الموسم المقبل غادي يكون في المستوى، ولكن باش يكون في المستوى لابد من يصل الامور تنطرح، الامور اللي تنطرح انتدابات خاصة تكون في المستوى. مقاطعك، لان هناك روبورتاج يخص فريق اولمبيك فوس بكره فيه الفرح وفيه مجموعه من الاسئله والتساؤلات المطروحه في هذا الروبورتاج، والان نتابع هذا الروبورتاج الخاص عن فريق اولمبيك فوس بكره فيه الفرح وفيه كذلك حوصله لهذا الموسم الاستثنائي لهذا الفريق. الحلم يتحقق ويصبح حقيقة. نادي أولمبيك فوس بوكراع لكرة القدم يحقق المبتغى الصعود للقسم الوطني الأول هواة بعد سنوات من البحث عن هذا اللقب، وفرحة كبرى لجميع مكونات الفريق بعد نهاية موسم شاق وبعد منافسة كبيرة مع مجموعة من الفرق، وفرحة مستحقة. الحمد لله، بعد في الأول على هذه النتيجة، هذا عمل ديال سنة كاملة من التحضيرات من الاستعدادات من انتدابات في المستوى. صراحة قمنا بموسم رائع، أقل ما يقال على أساس أنه الحمد لله توجنا في النهاية دياله بالصعود. هذا عمل كما قلت دار من بداية السنة، لا من ناحية استعدادات لا من ناحية انتدابات في المستوى، والنتيجة الحمد لله كانت عند حسن الظن. اللي نتمنى أنا على أساس أنه الطموح ديالنا ما يوقفش عند هذا الحد، نتمنى من دابا نجلسوا ونخموا في الموسم الجاي ونحاولوا نعملوا باش نحققوا نتائج ان شاء الله في المستقبل اللي تكون تستاهل طموحات ديال الفريق اللي هو اولمبيك فوس بكره، فريق عنده امكانيات.
بقيادة المدرب المقتدر سيدي علوات المهير، يحقق فريق أولمبيك فوز بكرة الصعود خلال هذا الموسم الرياضي 2015-2016 وبإدارة محكمة تحت قيادة المسير ياسين ماما. مسيرة الفريق خلال هذا الموسم وخلال 30 مباراة، تفوق الفريق في 16 مباراة وتعادل في 8 فيمن هزم في 6 مباريات، وسجل الفريق 38 هدف فيما دخلت مرماه 14 إصابة. إذن المحصلة النهائية 56 نقطة في موسم استثنائي لهذا الفريق الذي يحقق الصعود للقسم الوطني الأول هواة. وتبقى مجموعة من التساؤلات المطروحة، ترى هل أعد الفريق العدة لمواجهة عدة فرق في هذا القسم ومن أجل تفادي النزول كما حصل لفرق صعدت ونزلت، والعبرة بشباب الساقية الحمراء ونهضة طنطان وجوهرة الصحراء قليميم، أم أن الفريق يحقق ما حققه كل من مولودية العيون ومولودية آسة؟ إذن السؤال مطروح والإجابة عند المسؤولين وأولهم ياسين أمامة. ياسين، أول تساؤل مطروح والإجابة عند ياسين أمامة. والله إني جاوبك إن شاء الله. أول حاجة اللي نبدأ بها قلت أنا تفادي النزول، أنا إن شاء الله مازال ما بدأ الموسم المقبل كان وعدكم أنه فريق أولمبيك فوز بكرة إن شاء الله ما هو اللي ينزل، ولكن هذه أنه ما ينزل مجرد كلمة، خاصة تكون معها خدمة ومعها ياسم الأمور. مثل قالها المدرب سيلم هيرو اللي كان حييها على الخدمة دياله والخدمة جبارة دياله، مسألة قالها لابد نجلسوا نكون نقعدوا ونبدأوا استراتيجية. بالفعل لابد نقعدوا، احنا لحد الآن مازال ما جلسنا، مازال عندنا مشاكل، مازلنا ما فضينا، مازال أمور مادية خاصنا نسالوها، وإن شاء الله اللي نسالوها اللي نقعدوا وغتكون إن شاء الله أولمبيك فوز بكرة كان وعد بها إن شاء الله غتكون مفاجأة في الموسم المقبل، مع أن كاين فرق كبيرة، فرق دوزت مدة في القسم الأول هوات، وعندها ميزانيات وعندها إمكانيات كبيرة، ولكن إن شاء الله اللي نصارعوا هذوك الفرق واللي نحقوا إن شاء الله مبتغى مكتب ومبتغى طاقم تقني ولاعبين ان شاء الله. كلمه السر يعني عند أمامة، والله لان هناك ازمه ماديه، باش نبينوا للمشاهد ونبينوا للجميع على ان الفريق يعاني الان، صعد وحقق الصعود والصعود مو سهل، ولكن لا زالت اكراهات ماديه كما تاكد انت الان، اللي يجب تدخل المسؤولين من الاداره من عده اشياء، لان كنعرفوا على شركة فوس بكرة والله شركة المكتب الشريف للفوصلات، على أن هناك فرق أخرى تستفيد عند تلعب في القسم الثاني أو القسم الأول هو مثلكم، أنها تستفيد من مداخل مادية مهمة من الشركة، لما لا فريق من نفس الجسم ولا يستفيد من نفس الدعم المادي؟ بالفعل نحن كفريق منتمي لشركة كبيرة، شركة أولمبيك فوس بكرة، لأن كل شيء كيسمع أولمبيك فوز بكرة أنها شركة ديال فلوس. نحن كان عانوا، ولكن ما ننكرش أن الشركة مولي واقفة معنا، نحن لحد الآن مازال ما بدأ مجلس ما قعدنا مع إدارة باش نحدوا أمور ديالنا المقبلة العام الجاي، لذلك هي باش قلت لك لابد مازال ما جلسنا مع الطاقم التقني، خاصنا إداريا نفضوا مشاكلنا إداريا إن شاء الله، نجلسوا إداريا الإدارة ماشي ما مانعتناش أن نجلسوا معاها ولا رافضين أن يقعدوا معنا ولا شي حاجة، هل ما كيناش مشاكل اللي ديك هي مشاكل، كاين مسألة وقت وقت إن شاء الله اللي نفضوا فيه أمورنا كاملين وغتحل جميع المشاكل إن شاء الله، وكنتمنى أنه فريق اللي كيمثل المنطقة أنه يكون في المستوى وتكون وتطلعات جميع الجماهير المحبين للفريق. إذا هناك سؤال آخر، يعني ياسين يتكلم، يمكن يتكلم بتحفظ، يمكن عارف خبايا الأمور، ولكن نبغي من المسؤولين عن إدارة يعني الفوز بكرة بمدينة العيون على أنها تأخذ بعين الاعتبار، لأن هناك فرق تستفيد من دعم مادي كبير، لما لا هذا الفريق اللي حقق الأهم ولديه مسؤولين، لما لا الجلوس مبكرا، لأن الموسم المقبل سيبدأ قريبا ويبدأ الآن العد التنازلي، ونتمنى التوفيق لهذا الفريق اللي هو فريق يعني كبير جدا
بلاعبيه، يعني عندكم واحد ياسين كأسرة كعائلة لاعبين يعني صبروا وعندهم الصبر من أجل تحقيق أهداف كبرى وهذا هو الأهم. الحمد لله، هذه هي النقطة اللي كنفتخر بها، كنفتخر كنقول أن الحمد لله فريق أولمبيك فوسبوك راه ماشي مجرد فريق، مجرد فريق عائلة، لأنه المجموعة ديال اللاعبين كونوا بينهم نفسهم عائلة، حافظوا على الفريق، وهذه راهي من الأمور اللي مخلتنا أني أنا شخصيا كنتكلم على راسي شخصيا، راهي من الأمور اللي مخلتني أني نضحي بياسر من الأمور من أجل هذه العائلة، لأنه ولات عندي فرقة أولمبيك فوسبوك أكثر من عائلتي الشخصية. إذا باش نعرفوا، لأن كان معي حديث مع عائلتك الخاصة على أن الوقت اللي تعطيه الفريق أولمبيك فوسبوك أكثر من عائلتك الصغيرة، وهذا يعني له أثر، حتى العائلة لها دور اللي صبرت وخلات عرفت على أنك إنسان مثابر مجد وتحقق الأهم. الآن شنو الأشياء اللي يمكن تقولها للجميع على الناس اللي عاونوك باش تحقق الهدف؟ فعلا كيف ما قلت أخ بتاح، أول حاجة بعد كاع نقولها نجيك من نقطة ما وراء كل رجل عظيم امرأة، لأنه الحاجة اللي لقيتها في مساندتني في هذا المجال هي عائلتي الحمد لله. ثانيا كفاحنا في هذا المجال ديال الكرة ماشي كفاحي أنا كشخص واحد في المكتب، كاين عدة أشخاص اللي معاهم في المكتب وكنحييهم وكنشكرهم. كانت مجموعة من الإكراهات، مجموعة من المشاكل اللي في جميع النقاط، ولكن المشاكل لا بد منها، المهم تجاوز المشاكل، المهم الهدف حققناه، بدينا خدمنا عليه حققناه كجميع الأشخاص بما فيهم كل شيء كنتكلم عليه اللي ساعدنا كاملين الحمد لله حققناه، وإن شاء الله يكون القادم أحسن. إذن يكون القادم أفضل. هناك مجموعة من التساؤلات التي يطرحها الشارع الرياضي عن فريق أولمبيك فوسبوك، راع مسيرة ناجحة، مجموعة من الإكراهات، تحديات، مجموعة من الأشياء ستطرح إن شاء الله، لأنه لدينا تساؤلاتكم دائما ستطرح. والآن نتحول لموضوع آخر تحقق كذلك بمدينة طنطان، حيث تفوق فريق النادي البلدي للوطية على فريق أجاكس العيون. مقابلة كانت قوية وانتهت بهدف واحد، كيف جاء ذلك؟ الإجابة في هذا الروبورتاج والتصوير بعدسة الزميل عبد الرحيم حجي وكذلك يونس معد. القاعة المغطاة بطنطان حملت مقابلة قوية برسم نهاية كرة القدم داخل القاعة للبطولة الجهوية المؤهلة للبطولة الوطني للقسم الثاني. هذه المواجهة التي جمعت بين فريقي النادي البلدي الوطية ضد أجاكس العيون، وتأتي هذه المواجهة بعد تفوق الفريقين في المواجهات السابقة ربع النهاية، فريق أجاكس على فريق من بوجدور بالضربات الترجيحية، وبنفس الكيفية تفوق أبناء الوطية على فريق السمارة. هذه المواجهة النهائية تميزت بالروح الرياضية واللقطات الجميلة والأداء الذي استحسنه الجمهور الذي حضر لمساندة كلا الفريقين في هذه المقابلة، مع بعض الاحتجاجات للاعبي مسؤولي فريق أجاكس العيون على بعض اللقطات التي كانت في الجولة الأولى، وبالتالي صعود فريق النادي البلدي للوطية بعد فوزه في هذه المقابلة بهدفين مقابل هدف واحد على أجاكس العيون. هذا الأخير الذي يستحق العلامة الكاملة، وبالذات لمسيره حمى الذي قدم الشيء الكثير لهذا الفريق من أجل الوصول لهذه المباراة. أول حاجة غادي نبدأ بها هي أن الجهود ديال اللاعبين هي اللي عطات هذه الانطلاقة، والرئيس اللي قام بمجهودات كثيرة وفر ماديا ومعنويا لهذا الفريق، يجمع لاعبين اللي كانوا شنقول لك لعبوا في مدينة طنطان، والان الحمد لله بدينا من الصفر، والان حققنا واحد النتيجه طيبه، ان شاء الله نتمنى تواصل هذه المسيره هذه، وان شاء الله ما يكونها الخير. اولا كنهنوا الحمد لله والمجلس البلدي اولا مساعدته على الصعود، الحمد لله اللي حقق نتائج مهمه، اول نادي كاسس العام الحمد لله وطلع للصعود. اولا هو كيمثل الاقليم كامل، وثانيا كيمثل المجلس البلدي للوطية. الآن المنبرة الحمد لله مجهودات في المستقبل،
نطالبوا من السلطات المحليه والمجالس الاقليميه ولا المحليه مساعده لهذا الفريق اللي هو كيمثل اقليم طنطان وكيمثل الوطيه. اذا هذه المقابله حضرت لهذه المقابله شخصيا رفقه مجموعه من الزملاء وتاكدت يعني الكيفيه اللي رحل فيها الفريق فريق مدينه العيون بقله يعني رغم قله الموارد الماليه تدخل مجموعه من الاشخاص لمساعده الفريق لمساندته في المدرجات وكان قريبا من تحقيق الصعود اضافه لفريق الوطيه الذي كذلك اتى لمدينه بوشدور وكذلك لمدينه العيون وحقق الاهم هو الصعود والاهم على ان المباراه مرت في ظروف رياضية وتحية للمسيرين مسيري كلا الفريقين وكذلك للجنة الجهوية لكرة القدم داخل القاعة حيث استقى لنا ميكروفون البرنامج تصريح لرئيس هذه اللجنة. بعد سلسلة من المباريات وبعد عدة مجموعات كانت عندنا مجموعة في السمارة تضم 6 الفراقي وعندنا مجموعة في العيون تضم 12 فرقة على مجموعتين 6-6 وعندنا مجموعة في بوجدور حتى هي اللي كتضم 6 الفراقي وعندنا مجموعة ما بين طنطان وقليمي مؤسسة اللي كتضم 4 الفراقي وحاولنا نطلعوا من كل مجموعة جوج فراقي جوج فراقي هذا ما يخص وطلعنا حاولنا هذو جوج درنا ربع النهايات كاملين درناه في مدينة بوجدور اللي حضروا له جميع الأندية واللي فرزوا لنا أربعة فرق اللي هم اللي مشاو حتى للعيون إن شاء الله ولعبوا نصف النهاية واليوم الحمد لله اللي شفتوا النهاية وتفرجتوا فيها اللي نبغي نقول نشكر جميع رؤساء الأندية على هذا على هذه التظاهرة بأن هذه التظاهرة ما نحن كلجنة ولا كعصبة هذه يشارك فيها الجميع وإلا كان ما نجاحهم هما وانضباطهم القانون وتعاونهم معنا ما كانش هاي البطولة يدوز بهذه الطريقة هذه والحمد لله بالنسبة لنا احنا بطولة ناجحة كنا من عام لعام كنصحوا ياسر من الاخطاء الحمد لله وماشيين من الاحسن الى احسن الحمد لله ونتمنى من الاخوان باش يستافدوا من هذا الموسم بانه كانت عده توقفات وكانت عده اخطاء كانت يعني المسير خاصو يكون مسير علاقه الدعم وعلاقه الامور ثانيه ما عندها علاقه بالتحكيم وما عندها علاقه بالامور ديال الميادين اللي هي خاصنا نمارسوا فيها ولكن كتبقى مساله هي مساله انضباط ومساله قوانين بالنسبه لهذا الصعود نحن حاولنا ان شاء الله باش درنا هنا في طنطان باننا درنا قرعه ما بين المدن بوجدور جات فيها ربع النهايه العيون جات فيها نصف النهايه وطنطان جات فيها النهايه والسماره كانت اصلا كان فيها عندنا فيها الافتتاح يعني ما تبقى لنا ان شاء الله من المدن هو اس وقلميم ان شاء الله واحده غادي تكون فيها الافتتاح الموسم الجاي وواحده غادي تكون فيها النهايه باذن الله تعالى والداخله حتى هي غادي نبرمجوها هما اللي في هذا البرامج يعني كل عام كنحاولوا نحيدوا ثلاث مدن ولا اربع مدن يا اما البدايه يا اما النهايه يا اما نصف النهايه يا اما كذا المهم نشكروا جميع الاخوان اللي ساهموا معنا في هذه التظاهره واللي صراحه كانوا انديه كانت في المستوى وجميع المباريات لا بربع النهايه ولا في نصف النهايه ولا في النهايه اللي هي كتنعت عن كاينه بطوله بمعنى الكلمه ما كاينه حتى شي نتيجه اللي هي كتفرق ديال جوج بيوت ما كاينه كاين النتائج اللي كتكون 1-0 جوج لواحد بين ضربات الجزاء كاع كان جل المباريات في ربع النهائي كان لا ضربات جزاء ونصف النهائيات جوج مباريات اللي كانوا تفرزوا الفرق اللي غادي يطلعوا هما كانوا بضربات الجزاء هنا تكنعتوا عن كاينه بطوله اللي هي الحمد لله في المستوى بطوله قويه. ياسين حضرت المباراه كانت مجموعه من التساؤلات المطروحه نسالك اولا على المباراه وثانيا التساؤلات المطروحه عن وضعيه الرياضه بمدينه طنطان هذا هو السؤال الثاني يعني السؤال المركب عن المباراه وكذلك عن وضعيه الرياضه بمدينه طنطان. قبل وضعيه الرياضه في مدينه طنطان كنحيي فريق اجاكس فريقهم لانه فريق اللي عانى الكثير فريق كان مصر انه يوصل المباراه النهائيه وانه يتاهل رغم ضعف الامكانيات ونقدر نقول امكانيات منعدمه عفوا امكانيات منعدمه مع ذلك كان مصر وكنحيوه وبرافو عليهم وهذا لك مره جايه ان شاء الله وخاصهم ما يفقدوا الامل لابد خاصك تسارع لا بغيت تحقق شي حاجه تحقق صعود. بالنسبه للمقابله بالفعل شباب الوطيه كان طلع وحفظ ماء الوجه ديال طنطان لان هذا العام كان عام كارثي لمدينه طنطان سقوط فريق النهضه طنطان من القسم الاول هوات وسقوط فريق شباب الوطيه سقوط فريق النسوي وفريق كره السله مازال كيعاني المحافظه ديال احنا المكان ديالو ولكن نقدر نقول انا من الاسباب اللي خلات المشاكل في طنطان هي مشاكل البنيه التحتيه لانه فريق مدينه طنطان كتوفر على مؤهلات بشريه ومؤهلات ماليه كان خاص لابد يكون تيران والمشكل كان المطروح الاكبر لمدينه طنطان هو الملعب وهذه اللي نقدر نقول اللي خلات الامور تتدهور في طنطان. إذن لنعود لك ياسين الآن نستمع لمجموعة من التصريحات عن الوضعية الرياضية لمدينة طنطان. بالنسبة للوضعية في إقليم طنطان في الرياضة فهي منحطة
لأن هناك عدة أسباب، منها الدعم المادي، البنية التحتية، هذه هم المسائل اللي كيخلوا الرياضة تنتعش في الإقليم. والميم كيكونوا شاد المسائل لأن الرياضة كتنزل واحد أدنى مستوى، وهذا الشيء اللي عرفته هذه السنة، جميع الفرق الطنطانية كلها نزلت إلى الأقسام الموالية. لذا نرجو من المسؤولين على الإقليم، كل المسؤولين على الإقليم، على أنهم يلتفتوا واحد الالتفاتة اللي تكون قوية على أن إنشاء منشآت الرياضة في المستوى اللي ترفع من القيمة الكروية ديال الإقليم طنطان. ثانيا المسؤولين عليهم يعطوا واحد الاهتمام ديال الدعم المادي، كنقول الدعم المادي، الدعم المادي عيب وعرب أن الفرق إقليم تلعب في القسمتين الأول وما تشد تمنح هذه السنة، راه عيب وعرب. كرة القدم النسائية لو لم الإقليمي لما تسيرتش حتى جهة باقي ما أعطتوش ولا الجامعة. الوطية كذلك هي كتخبط في مسائل مالية، لذا كنطلبوا من جميع المسؤولين الالتفاتة لتسير هذا الشأن الرياضي. بالنسبة للرياضة بإقليم طنطان لحد الساعة مازال ما توصلناش بالدعم اللي كيخص الأندية الرياضية، وبهذه المناسبة كنشدوا المسؤولين والغيرون على المجال الرياضي بالإقليم أنهم يدعموا الفريق ويحقوا لنا المطالب اللي احنا كنتمنوا اننا نوصلوا لها ان شاء الله الرحمن الرحيم. وكاين مشكل ديال الملاعب الرياضيه، لحد الساعه حنا كنعانوا بزاف، كنلعبوا في ملعب ديال التراب اللي ما كيناسبش هاد الفرق الرياضيه ديال الاقليم، وكنطلبوا من المسؤولين انهم يسارعوا في اخراج الملعب المعشوشب ديال الاقليم طنطا ان شاء الله في اقرب وقت ممكن. البنيه التحتيه راه ماشي كتقدم، ماشي في تقدم بالنسبه للملعب اللي شفتوه في الوطن الحمد لله اللي هو في طريق الانجاز، والله كاع الحمد لله سهله. وطنطا حتوا كذلك، اسفوا على صراحه، تاسفوا على زعما حساب النزول بعد الفرق اللي هو الوطيه ولا طنطان ولا بعض الفرق، ولكن الكره هي هذيك. انسان اولا احنا كننادوا من ذا المنبر مره اخرى باش تكون في تكون المساعده، المساعده للجميع. الرياضه راه خاصه انسان اللي يمشي بها بعيد وتمثل احسن تمثيل. وكنهن بطل نهيو مره اخرى الحمد لله المجلس البلدي على التتويج، راه الفريق ديالو وخاصه حتى هو يخوض بهذا الفريق للقدام. وشكرا. ياسين عن طنطان ماذا على الوطن؟ يعني هناك ملعب جديد على ما اظن. فعلا كاين ملعب جديد، ملعب جديد باقي ما بداو فيه، يلاه بداو كيترينوا فيه الوطيه. ملعب جديد كاين في الوطيه، طنطان ملعب كارثي، ملعب ما يمكن انه كاع حتى المصادقه على الملعب ما خصهاش تكون. كانت طنطان انا بعد شخصيا كنفضل ان طنطان تستقبل في العيون او تستقبل في اسا احسن ما تلعب في هذاك الملعب. بالنسبه لمدينه طنطان، نهضه طنطان، كنتكلم على النهضه، انا نقول كوجهه نظري الشخصيه المشكل اللي كان عندهم هو مشكل ملعب، لان كان عندهم فريق في المستوى وجاب نتائج من خارج الطنطا. كان كذلك مشاكل اداريه، كان المشاكل الاداريه لا بد منها، ولكن النتائج اللي كان لجنا نشوفوا النتائج اللي جاب خارج الطنطا احسن نتائج خارج الميدان، يعني الدليل انه كان عندهم لعيبه كان مشكل ديال الملعب، وفي ميدانهم قدروا نقولوا راه فازوا شي مقابلتين في ميدانهم فقط، الباقي غير تعادل مقابلتين وثلاثه، والنتائج اللي جابوا نتائج لا جاب تعادل من برا راه مزيان، وجابوا انتصارات من برا شي ثلاثه الانتصارات اللي جابوا من خارج الميدان. بالنسبه للوطيه واخا اللي بغى يفقع منها يفقع منها، انا كنقول انه سقوط الوطيه النزول فريق الوطيه القسم الثاني هو كان مشكل المكتب، لانه مكتب كان في الدوره سال اسمه سال لالي سال مرحله الذهاب ومتفوق على قارب فرق مقدم، قارب فرق مقدم وبينه وبين الفريق الاخير 11 نقطة في الاخير، انه استغنى على لاعبين ما فهمتش شنو هو السبب، هذيك اسباب كتبقى لهم هما، ولكن انا وجهة نظري انه استغنى عن لاعبين في المستوى، لاعبين اللي كانوا جايبين لهم نتائج واللاعبين اللي كان يطمح لهم اي فريق انه يستفيد منهم، والدليل انه اللاعبين اللي استفدوا منهم اخ فنير حققت نتائج في الرتور، اخ فنير عنده هزيمة واحدة حققت النتائج بفضل اللاعبين اللي عند اخ فنير وفضل الانتدابات اللي جابوا في المستوى، وهذا هو اللي كنظن ان المشكل اللي وقعوا فيه الوطيه خطا كبير وتحملوا مسؤوليته.
نتمنى لهم التوفيق. هناك مجموعة من الأسئلة والتساؤلات اللي طرحوها الإخوة قبل ذلك، طرحتها بالذات على، لأن هناك الرأي والرأي الآخر، على المدير الإقليمي للشباب والرياضة مدينة طنطان، عارف يعرف الخبايا بمدينة طنطان، كان مسير في نهضة طنطان. سألته أولا سنته الأولى بأس حقق الفريق الصعود، سنته الأولى بطنطان أخفق الفريق في المحافظة على مكانته ضمن أندية القسم الوطني الأول هواة، إضافة سؤالين آخرين عن البنية التحتية، وكذلك سؤال مطروح بمدينة طنطان وبالأقاليم الجنوبية، ما هو مصير الملعب الذي تمارس فيه الآن نهضة طنطان؟ هذا الملعب هل سيبقى ملعب أم هناك مشاريع أخرى؟ إذن للإجابة نستمع لهذه الأسئلة وإجابة الخنوشي دريس عن هذه الأسئلة. وهو حقيقة الأخ بتاع هو سؤال صعب، ولكن إجابته سهلة في نفس الوقت، أنه ملي كتكون كتأسس لواحد الشيء معين فكيكون من يعني كتكون عندك استراتيجية ديال الاشتغال، وملي كتكون عندك استراتيجية ديال الاشتغال طبيعي أنك يمكن تنجح أو تفشل على حساب الإمكانيات والظروف اللي كانت موفرة لك في ذيك المرحلة. فأساس ذاك حاولنا نوضعوا واحد الاستراتيجيه، حاولنا نوضعوا واحد خريطه الطريق اللي نشتغلوا عليها، والحمد لله ما بدناش مجهود كبير، لانه كان التجاوب مطلق في العمليه، وتم الصعود يعني في واحد الظرفيه فاش تشد فريق وتهيئوا وتشكلوا من القسم الشرفي، وفي ظرف ثلاثه ديال السنوات السنه الرابعه كيطلع القسم الوطني الاول هوات. فهذه راه مقاربه في الرياضه ماشي سهله، انه كل سنه كان كيحقق الصعود للقسم الموالي. فدائما كنقول ملي كتكون كتاسس لواحد الشيء وعندك استراتيجيه ديالو الا كيكون حليف النجاح. للاسف انا الماضي ديالي في طنطان هو ماضي عنده دلالته، ما كنتش كنتمنى ان نجي في هذه المرحله انه الفرق كلها تطيح وتتلاح لجهه هذه المسؤوليه. نتمنى انه ندير يدي مع الاخوه اللي كاينين الان، ونعاود نعيدوا النظر، نصحوا واحد العدد ديال الاخطاء اللي هي كما قلت نعتمدوا على الطاقات المحليه. انا دائما اؤمن بالطاقات المحليه وتطعيمها ببعض الفعاليات اللي كيكونوا يعني محسوبين على رؤوس الاصابع. ما يمكنش انا غادي نجي ونشكل واحد الفريق من كل من الطاقات الخارجه على الاقليم. انا غادي نطرح فكرتي واستراتيجيتي مع الاخوان المسؤولين والمسيرين ديال المكاتب باش نعتمدوا على الطاقات المحليه، ونحاولوا المكاتب المسيره انه يكونوا فيها ناس اللي كيتفاعلوا مع الرياضه، اللي كيتعاملوا مع الرياضه، باش كنشكلوا واحد الفريق ديال العمل اللي يمكن نشتغلوا كنا مجموعين فكره واحده. وان شاء الله الرحمن الرحيم ماشي صعيب انه كل السنه المقبله نرجعوا كنا الاقسام المواليه ان شاء الله. حقيقه انا اللي غادي نقول لك على البنيه التحتيه وهو الامل مشرقه ان شاء الله في البنيه التحتيه، والملعب ديال طنطان هو الاشغال راه جاريه فيه، يمكن لكم تمشوا تزوروا، راه الشركه الان كتشتغل. عندنا معهم وعود على اساس انه في اخر شهر يوليوز غادي يكون الملعب واجد ديال طنطان. الملعب ديال الوطيه في نفس الوقت هو في المراحل النهائيه ديالو، اضافه ان الحقيقه قال انه لقينا واحد الاجابه واحد التجاوب من طرف السيد العامل على الاقليم، وكذلك من طرف المنتخبون، ولا السيد رئيس المجلس البلدي مشكور، ولا السيد رئيس مجلس الاقليم مشكور، ان الجميع باغي ينخرط في هذا الجانب. وبدات العمليه انه الان غادي يتم يعني اعاده التاهيل ديال الملاعب ديال القرب المتواجده بالاقليم بصفه ممتازه وجيده، وكذلك غادي سيتم ان شاء الله الرحمن الرحيم احداث 11 ملعب ديال القرب بمواصفات اللي هي جد ايجابيه، من اجل يعني خلق فضاءات ديال اللعب، واللي على اساسها يمكن الانسان يقلب على طاقات ويقلب على كفاءات اللي يمكن يطعم بهم الانديه اللي كتواجد في الاقليم. وهو انا اشكرك على هذا السؤال، لانه سؤال هو اللي كيطرح نفسه بكل مره، وللتصحيح فقط انه احنا ابناء الاقليم، وهذاك الملعب هو الملعب ديال الاقليم. ما خاصش تكون عندنا ديك الفكره انه اي واحد ياخذ ديك الفكره ويقول بانه هذا الملعب تابع لهذا القطاع او تابع لهذا القطاع المعين. فهذاك ملعب هذاك يعني واحد الموروث اللي يمكن نعتمدوا عليه، لانه فيه تلعبت واحد المجموعه ديال كان المجد والعز ديال الرياضه في الاقليم كان في هذاك الملعب، فما خصناش نفرطوا فيه بهذيك الطريقه. هو ملعب لحد الان هو الملعب ديال القطاع ديال الشباب والرياضه، ولكن احنا ما كنتملكوهش باش نقولوا راه ديالنا من اجل باش يبقى الصور داير به. احنا بغينا يكون واحد المرفق اللي هو مرفق عام، اعطينا تصور ديالنا في هذا المجال. طرحنا هذا التصور على اساس انه يعني تاهل فضاءات رياضيه اللي تكون مشرفه
كعلى غرار الفضاءات المتواجدة على الأقاليم الجنوبية مثلا في العيون، لأنه الشيء بالشيء يذكر. حنا بالنسبة اللي كنتكلموا على شيء حاجة اللي هي مزيانة، ماشي عيب أنه نقولوا في العيون كاين فضاءات رياضية في المستوى. نتمنى حتى حنا أن نوصلوا لهذاك المستوى أو نفوتوه قلمين فيها قطب رياضي في المستوى. حتى حنا كنتمناو أن نكونوا، علاش ما نكونوا؟ ماشي عيب أنك تعند الناس وتوصل مع وتمشي تدير بحالهم، العيب هو أنك تحسدهم في شي أمور اللي ما خصكش توصل لها. حنا الآن في إطار تأهيل واحد القطب الرياضي اللي أنا اللي بغيت نقول لك اللي نسيت ما تكلمتش عليه، هو التأهيل ديال القطب الرياضي في إحداث واحد الملعب معشوشة بإضافة قرب الملعب الرئيسي اللي غادي يكون خاص بالتدريب في الحلبة ديال ألعاب القوى، كذلك واحد المركز ديال الاستقبال، كذلك مجموعة من الملاعب ديال القرب بالعشب الاصطناعي، وملاعب ديال كرة المضرب، وكذلك ملاعب ديال كرة السلة. فهذا القطب الرياضي غادي يعطي واحد القفزة نوعية للرياضة بالإقليم. أنا كنقول للإخوان أنه الأمل إن شاء الله الرحمن الرحيم كبير، على أساس أنه الرياضة غترجع للأوج ديالها للأمجاد ديالها. وهذا بطبيعه الحال مره اخرى كنقول بانه راه التضافر ديال الجهود لا ديال السيد العامل ولا ديال الاخوان المنتخبون، المجلس البلدي مشكور، المجلس الاقليمي كذلك، حنا اولاد البلاد، حنا خاصنا نديروا شي حاجه في هذه البلاد. الناس كتبني التاريخ ديالها، الا بنينا التاريخ ديالنا في هذه المرحله هذه وخلينا واحد الشيء لهاد الساكنه وهاد المواطنين في هذه البلاد اللي غيذكرنا بها التاريخ، فهذا راه شيء ايجابي. وشكرا. إذن كان لقاء مطول نوعا ما، لأنه كان سيكون معنا ضيف، ولكن اخترنا أن تكون الإجابة من عين المكان، لأن التساؤلات مطروحة في الشارع الرياضي لمدينة طنطان عن الملعب القديم. وفكرة جميلة جدا أن يكون قطب يعني رياضي كما هو الحال في مدينة العيون. يعني أفكار على أرض الواقع، كما قال إنسان خبير بمدينة طنطان سي الخنوشي، انسان ماشي غير خبير في طنطان، واحد الكلمه قالها، قال لك الانسان يخلي التاريخ، التاريخ من بعد. سي الخنوشي خلى كاين تاريخ ديالو، خلى تاريخ في طنطان، ومشى لاسا ودار تاريخ مالي ديالو في اسا. الفكره اللي قال فكره رائعه، كنتمنى كيف ما قال ان المسؤولين وان المنتخبين وكل شيء انو التفتوا لهذه الفكره، لان طنطان خرجت فئات بشريه اللاعبين اللي معروفين تبارك الله يلعبوا في جميع الميادين. طنطان دائما مخرجه لاعبين، مخرجه يسم الامور، خاصهم يلتفتوا لها. وكنتمنى انه هذا الشيء اللي قال انه يتحقق في طنطان، يعودوا فيها ملاعب بحال المدن الثانيه، على غير المدن الثانيه. ونتمنى ان شاء الله يكون هذا الشيء. هناك سؤال اخر ساسالك عنه، لان الان هناك ضغط، يمكن ان جنيس اذا جات مدينه العيون تعرف الرقم القياسي على عدد المباريات في ملعب مولاي رشيد. الآن يوميا مباراة للقسم الشرف الرابع، للقسم الشرف الثالث لكرة القدم النسوية، بعد أن كانت لوات إضافة لشباب المسيرة وفئات شباب المسيرة. يعني هذا الملعب بقي صامدا وتحسب للمسؤولين والقيمين عليه إضافة للتدريب. كيف ما قلت، هذا هو من بين المشاكل المطروحه في العيون. العيون كاين الملاعب، وكنشكروا المجلس البلدي على الملاعب اللي موفرين، وكنشكروا على الملعب مولاي رشيد. مشكل ملعب مولاي رشيد انه من 7 الصباح حتى 6 ديال العشيه يوميا، ولدرجه انه حتى في المقابلات، لان لجينا نشوف واحد النقطه انه بالنسبه للجامعه برمجه المقابلات من الدوره 25 المقابلات المهمه غتلعب في نفس التوقيت، ما قدوش يطبقوها. ويحسب على ان كان ملعب المرسى، لو كان ما كاين ملعب المرسى تكون مشاكل. واخا ملعب المرسى ما طبقتش. مشكل الملعب، لانه ملعب واحد اللي كيتلعب فيه جميع المقابلات، وخمسه الفراقي كيستقبلوا، اضافه الى شباب مسيره بجميع الفئات، مولوديه العيون، الفريق النسوي. معنا العلم ان الفريق النسوي في المقابله الاخيره وكان استقبل في ملعب الشيخ محمد الاغضف، وتمنى له بعد من هذه المباراه التوفيق ان شاء الله. التوفيق ملعب مولاي رشيد مشكل انه مطروح، واضافه لذلك انه حتى التدارب المدربين راه ما كافيتهمش، لانه مدرب كيشد ساعه ونص مناصفه مع فريق ثاني، كي غادي يدير الحصص ديالو كيسم الامور كتنطرح. ونتمنى انه حتى هذه الملاعب، هناك ملعبين اخرين يعني اللي يفتحوا ان شاء الله المجيء. ملعبين تكلمنا على ملعب المرسى مزيان، ايه، ولكن راه كاين مشكله ثاني التنقل بالنسبه للفرق العيون، لانه حتى المشكل كاع فرق المرسى بحد ذاتها كتترينا فيه ما قدرتش تكمل فيه الحصص ديالها، لانها خاصها تنقل باللاعب للعيون.
المرسى. اذا تحيه كما نقولوا للقيمين للمجلس يعني جماعه العيون الحضريه اللي وفرت ملاعب للتدريب اخرى. الان لو كانت ما هي متوفره دي الملاعب اخرى لكانت طامه كبرى، والان كذلك ملاعب اخرى، الملعب الوفاق وملعب 25 مارس، ملعب مولاي رشيد الذي سيكون في حله جديده ان شاء الله الموسم المقبل، وهذه اشياء يعني تفرح اضافه لملعب طنطان. وتحيه للقيمين على هذا الملعب على راسهم عامل الاقليم اللي خلوا يعني تركوا الفرق على انها تمارس مبارياتها قبل تسليم هذا الملعب، واللي جرت فيه مباراتين جمعت بين مجد العيون ضد نادي الطرفاية وكذلك نجم الطرفاية ضد الترجي الرياضي، وكانت يعني الجماهير حضرت لمساندة الفريقين ومرت في أجواء رياضية. ونرجع إن شاء الله هذا الموضوع. الآن نتحولوا للوطية حيث نظم النادي الرياضي والثقافي للكهربائيين نشاط رياضي الصبحية التربوية. المزيد في هذا الروبرتاج والتصوير بعدسة الزميلين كل من عبد الرحيم حاج ويونس معت. شاطئ الوطية كان مع مبادرة متميزة للنادي الرياضي والثقافي للكهربائيين بالوطية. أطفال صغار ذكور وإناث رفقة عائلاتهم استفادوا من أنشطة متنوعة، إذ كانت صبحية تربوية إضافة للرياضة. والصور تؤكد على ذلك، إذ استطاع المنظمون إشراك الجميع في نشاط متنوع وهادف استفاد منه عدد كبير من المشاركين المنتمين للوطية وكذا الطنطان. الرياضة التي تعتبر رسالة للعالم إضافة للأنشطة كالرسم والورشات التي نظمت بهذه المناسبة، مبادرة استفاد منها الجميع وكانت فرصة للاحتكاك وإبراز الذات وصقل مواهب الصغار رفقة العائلات. ملي كيسالي أسبوع الدراسي وحداش خربت العطلة كنبداو نديرو أنشطة في البحر كنشكرهم. عجبني هذا الشيء اللي شاركنا فيه وهذا الرسم، وكنشكر جميع اللي خصو اللي قادوا هذا الشيء وبقاو ايام باش يقادوا، وكنشكر عاوتاني مختار على الكهرباء لانه الا ما كانش عندنا الكهرباء راه كاع ما نقدروا نخدموا، غيكون عندنا الشمع بحال الفرا هذا الشيء ما نقدروش نخدموا به. وكنشكر جميع الناس تاع الكهرباء، وراه الكهرباء مهم في الحياه هو والماء. والهدف الأسمى من هذه الصبحية هو تسلية الأطفال ومحاولة خلق فرص لتقوية العلاقات وتحقيق التعارف بين أطفال مستخدمي مدينتي الوطية والكهرباء. نشكر كل من ساهم من قريب أو من بعيد في هذا النشاط، وهو مناسبة لإخراج الطفل من الجو الروتيني الذي هو الدراسة، وهو فيه ترفيع على الطفل استعدادا للامتحانات وتشجيع له على التحصيل وعلى الرقي في مستوى الدراسي إن شاء الله. هذا النشاط هو جميل الدراري وشحال هذه ما طيشنا بحال هذه النشاطات، نت فرصة للمتعة وكذا، وكان ألعاب لي زوينة في مستوى وكل شيء فرحان حتى التطير كان داز مزيان، كل شيء هو هذا، كل شيء رد البال شيء، داك الشيء هو هذاك الدراري فرحانين. نهاية اليوم الحافل بالأنشطة المتنوعة، تم تتويج المتفوقين من طرف النادي الرياضي والثقافي للكهربائيين طنطان الوطية، وكانت فرصة للمشاركين وكذا المنظمين لرفع الغبار عن مثل هذه الأنشطة التي تفيد التلاميذ المتمدرسين وكذا المشاركين في هذا اليوم الحافل. إذن تحية للجميع، وكذلك نشير على أنه كان سيحضر معنا كذلك إضافة في أولمبيك فوز بكرة فريق اتحاد السزاق، ولكن لالتزامات الفريق في مباريات الشبان ومجموعة من المباريات لم يحضر لهذه الحلقة، وإن شاء الله في الحلقات المقبلة. أترك لك كلمة ختامية. في الأخير أخي بتاه، كنتمنى أنه نتكلم على فريق أولمبيك فوز بكرة الموسم المقبل والمواسم المقبلة إن شاء الله. فريق أولمبيك فوز بكرة، نحن كنقولوا أن المكتب كمكتب مكتب مصر على بذل أقصى الجهد وأقصى الجهد لإعداد مكتب لإعداد فريق اللي غيكون
في مدينة العيون ينافس على جميع المستويات، وكنطلب من هذا المنبر انه كل من قد يمدنا يد المساعده يمدها لنا، لانه غيكون مستقبل في مدينه العيون وغيكون استفاده لمدينه العيون واستفاده لجميع الفعاليات ان شاء الله وجميع اللاعبين، وكنتمنى ان نجبروا يد المساعده ان شاء الله. يعني قبل النهايه، يعني هل هناك دقائق؟ الى الاخوه التقنيين يقولوا ان عندنا دقيقتين. هناك سؤال مهم بعد نهايه المقابله التي عرفت صعود الفريق، في تصريح لقناه العيون كانت دموع الفرحة في كلامك، ماذا تعني؟ شيء عادي اخويا، دموع الفرحة الحمد لله بعد المعاناة. ماشي غير معاناة، نقدر نقولوا فايت المعاناة. داكشي اللي وقع الحمد لله فايت المعاناة، ولكن كان إصرار. والفرحة ما هذيك الفرحة اللي كانت عندي ماشي فرحة ديالي وحدي، لأنه حتى اللي جينا نتكلموا في واحد النقطة على اللاعبين، أنه لاعبين هما اللي ضحاوا الغالي النفيس وضحاو، لانه كانت تعرضت عليهم ياسر. ماشي نتكلموا على جميع اللاعبين اللي تعرضت عليهم عروض، ولكن جل اللاعبين تعرضت عليهم عروض وصروا انه يبقاو، وكان اصراري انه بقاء في المكتب، واصراري كان هو اقوى شيء عندي، هو العائله كيف ما قلنا، العائله اللي كانت عندنا هو اللاعبه. والحمد لله كنتمنى نقد نقول اني نجحت معاهم شيئا ما، ويسمحوا لي على اي شيء حاجه صدرت مني، ويسمحوا لي على ياسر وماشي غير هما، كل شيء يسمحنا على اي شيء حاجه صدرت منا. اذا نشكرك، شكرا، وان شاء الله لنا لقاء اخر لتوضيح ما، ونتمنى ان شاء الله فريق اولمبيك فوز بكره يكون رقم صعب ان شاء الله في الموسم المقبل ان شاء الله. نشكرك بها ان شاء الله. نشكرك، اشكركم انتم مشاهدينا الكرام. تساؤلاتكم دائما لديها اجابه عندنا في برنامجكم الفضاء الرياضي. دائما سنتابع الاكراهات بمدينه قليمي بالوطاطا بمجموعه من الاقاليم، ومدينه العيون على البنيه التحتيه على مجموعه من الاشياء ان شاء الله لنواصلوا ان شاء الله. معي هنا تحيه للمصورين المتواجدين معي هنا بالبلاطو، كل من الحنفي بيبا وابو جمعه ازه والزملاء، كل من فاطمه فكر، حياه دام، ايوب الغزال، غالي زوكني، واخدود محمد لمين، اضافه لمخرج حلقه الليلة سعيد أدنيبة وضيفي الكريم. إذا اللقاء متجدد إن شاء الله. لم يبقني نقول لكم تحية، ولكم تحية الزملاء التقنيين والصحفيين لبرنامج الفضاء الرياضي.